اهلا بيكم بسوبر ماما. كتير قوي عمالين يبعتوا على المشروبات اللي بتخسس، وهل القرفة بتخسس، وكتير ناس تيجي تقول لي ده انا بشرب قرفة على جنزبيل على كمون. الحقيقة انا مش قادرة اتصور بيستحملوا الطعم ده ازاي، لكن الجنزبيل بيساعد على الحرق، القرفة بتساعد على الحرق، الشاي الاخضر بيساعد على الحرق، البردقوش بيساعد على الحرق، لكن لا يمكن الاعتماد على المشروبات دي وناكل اللي يعجبنا. دول مش بيخسسوا للدرجة دي، دول بيزودوا نسبة الحرق عندنا بنسبة مثلا 5%، لكن لا غنى أبدا عن الدايت وعن المشي. المشي أكتر حاجة تساعد على الحرق، والدايت المظبوط أكتر حاجة تساعد على الحرق، لكن الحاجات دي كلها عوامل مساعدة، لكن لا يمكن الاعتماد عليها لوحدها. وبالهنا والشفا.